كمان عندكم كاميرات تقطع تلتين؟ كمان او عندكم كاميرات تقطع تلتين؟ عندي طوالة شوية كاميرات تقطع تلتين؟ كم عليكم كبرات تخطاط الدين؟ እንዴት ዋላችሁ የተከበራችሁ ተከታታዮች። እንዴት ዋላችሁ የተከበራችሁ ተከታታዮች። ከመይ ወይልኩም ክቡራት ተከታታዮች እንዴት ዋላችሁ? هرای کبرات قطعاتی جنات زینا کن آتینا فیلد مارشال برانو جلا کابت استزار رو حد حد زقبل ولو زی قبل ونالو کابتن کابزن ایلولو متهم زی قبلو فلوتیم تو خاطر سال 5 دلیو فلوتیم گنیا من گسته فلوت لازم نبره ات من گفته نیسلام صبح گرو انت دخیل رو صبح نزد بزرگای مدحانی عای انت ات ایلوگن انت های کجباری کورات قطعاتی بذار حساب سلام کمین دوبل کم تحتون آلهم سلام و یعنی نزارگته من گسته دم بتع گسته ایزوالو بتعجز معازو صبغيو جن كورات قطعات التي قال سبات حجي نت خناتات ناب إيرتران مقيار زحاس ولو خناتهم حجي نإيرتران خنوق عينا تحابيرنا مش إثيوبيا بعد ما ناتنا يا نايت غريس لازم خنات كتمل لسيا زبل حدش بروباغاندا تجميرو له هذا فتصم من قصي إثيوبيا فتصم زي الزرارة ولو قداي زي فتصم زي الزرارة ولو قداي سونا يمرت رئيس رأي، والكائن رأي عنكن، سو بحجة من قصة في التحيو بحجة من قصي، انتايو حجة من قصة مع الدماء، عند اللي انت دايلو بتم حبر سب، بحيل مستقرأ يكون زبلو يلا، فلازي تمرج أزي كبر ولا مرج أي كبر، تمرج أزي كبر ولا دماء، بتاريخن بنتعشمون نايمن مريت نيرو بزبل، بو سنة تات كراكيلو، فلازي زي
حجي حدش بروباغندا ناي ويان دقفتي زار وزلو نمدنا غريو اتخالي اتخالي ويان حجي لومي لومي جميرا سراويت ارترا اندا تصقعيو بزي اتلو سراويت ارترا سراويت ارترا بزي خيدو سراويت ارترا شينو سراويت ارترا بليعو سراويت ارترا طميتونا سراويت ارترا بقى ملو ملو معالتهم ويخم كبلو كبلو علم صباح دير صباح ونزل زربا قصالي سلام انتي ات عندراناتهم ناب ارترا خمس او سلاز دليو ات سلام عندلين مبالهم ناب ارترا خمس او دليو بزي ان امريكا شرحي امريكا خمس قبرمو ارترا خمقه لقيرنا مسعة معاقب كنقبرينا زبل حادة انتاشمو لهم كبيد معاقب كنقبرينا دابولي ناتهم معاقب ما ارترا ريوم ما كويم كندي عامت ريوم ما انتاي قيروم إيران كنت عامت رئيوم تايجيروم كوريان تايجيروم نوال حانتي انبشي تزقادة لنما اب تكنولوجي إذن كل ما عقب استقبرة لنا هاقرات اب تكنولوجي ما عبيلة ننزلوا كورات غدا تلتي اب تكنولوجي ما عبيلة ننزلوا إيرترا دما بزم عقب معات نقر رحيب على عين زاربن عين زاربن معات 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 نقر معبالتات رحيب على سلازي أتى معقب أمريكا مفرار حتى جبروز الله نعنا معبالي كبرات قتالتين قدام بمنقستن بوياني بستجبرة نيروبي سمم عبتم مرحتي منقو بستفرار موني سمم سند مسألة كل تيوم وجنات وتعذرهم ناي وتعذر يا مرارها ن وتعذر ويا حيل تاتهم ناي وياني ناي وين تعطي تعطي بزف التعلو عقب بزرع كاب صباح جميرهم جلسة كجوريا كبت اسم معنا سرتهم مالتهم كاب صباح جميرهم جلسة كجوريا تزم كدا سنبت يودع سوني من قصة عندك ناي رومي سومن من قصة ناي من قصة سراويت ناب مقلة كاتويا كم تسمى مالتي الزين تزاي خوينو كن خالي شكر كمتسي مالتي اتخالي ناي حورات من قصتي ودب عبيتي ناي ناي سدة تانياتات كوميشن بقامبيلا كلل ناقا برزولو دقفة تناقيرو خمس غلسل نايتو ودب ناي حادة قاقزي ناي دهنت اقربوت داريكتر شوكو شيمونزا اقريسولو زي دايركتر شوكو منزا زي دايركتر بغامبيا لكلل بدقف بمكنوان بزول لهم حورات يكون يميوي زرفي زوريا كاب تخلل رسم معدرة اتو امودو اجولو لومي تميعيتو له أتو أمودو أجولو بتميت وان كم تجلس أو تودب بكل المحاورين يكون ما ينزل فيه النجبر بزلو دقف بركز زبالة وسيت تمزجي ولا زودب بأتصالي بتخلل بجور بوحج قدعات زبسهم وجنات دم دقف بتم قالوا زرفتات دقف خد أناكر حاتت له اتخاله كاب وتهدراوي امرارها كساب بوليتيكاوي دبلوماسيات كساب اكتيفيست كاب ميديا كساب من لا ايتوبيا ناي سلام تشلانشل ريو يسمعلنا زو خينات ياخلنا بزبل بزي ابزوان سلا بزعبا زي تاي غنزاوي كبرات خطاتاتي نتحبريتا إذا ترت زخونة زربا مقرب ناي سبعة مخنياتات مقانو ناي سبعاتات ناي زحرف سبعاتات بمخنيات مقانو عشمور فايدة زي بلو من قصة عاسي قبل تترجي قلو له حكيو ويانا أب سبعاتات يازلهم أب سوساتات حامساتات ندحرية تعزلا علم توين شفا يعزلا بس بورقة فريمة زدلتهم سبات أيوة كلهم إني ما يفلتوا مني لا كحدة
እቲ ናይ ስም ላዕብ ስምምዕ ሓመድ ክተብሎ እንተዳ ኮይና ምስቲ ናይ ሰላም ስምምዕ እያ ወያነ ብሓንሲ ሓመድ ክትበልዕ ክብራ ተኸታተልቲ እቲ ካልእ ኣትሌት ጥሩነሽ ዲባባ ናይ ኮማንደር ማዕረግ ተዋሂብዎ ኣሎ ናይ ፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ንኣትሌት ጥሩነሽ ዲባባ ፍሉይ ናይ ኒሻን ሽልማትን ናይ ኮማንደር ማዕረግ ኣበርኪቱላ ኣሎ ናይ ፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ብተመስረተ ናይ ስራሕ መስኪ ዓብይ ውፅኢት ንዘመዘገቡ 78 ናይቲ ኮሚሽን ስፖርት ክለብ ኣባላት ናይ ማዕረግን ናይ ገንዘብ ፍሉይ ሽልማት ኣበርኪትሎ በዚ ሽልማት ፕሮግራም ኣትሌት ጥሩነሽ ዲባባ ፍሉይ ናይ ኒሻን ሽልማት ዝተበረከተላ ክኾን ከሎ በቲ ኮሚሽን ናይ ኮማንደር ማዕረግ እውን ተዋሂብዎ ኣሎ ኮማንደር ኣትሌት ጥሩነሽ ዲባባ ብዛበቶ ብዝተዋሃባ ሽልማት ከም ዝተዓገሶት ገሊፃ ሕጂ ንዝበፅሐትሉ ደረጃ ምብቃዓ ኣዘኻኺራ ኣላ እዚ ሽልማት ናይ ማረምያ ስፖርት ክለብ መንእሰያት ኣትሌት ጠንኪሮም ክሰርሑ ክተበረታትዕን ዝሓሸ ደረጃ ከመዝግቡ እውን ሓቢራ ኣላ ክብራ ተኸታተልቲ እቲ ካልእ ብኬንያ ብሄራዊ ደህንነት ኣገልግሎት ናይ ወፃኢ ደህንነት ዳይረክተር ዶክተር ሰይፊ ሰላም ሱሊማኒ ዝተመርዐ ልኡኽ ናይ ኢንፎርሜሽን መረብ ድሕንነት ኣመሓዳድራ ዑደት ገይሩሎ እዚ ልኡኽ ጉጅለ በቲ ብዝነበሮ ዑደት ብሳይንስ ድሕንነትን ብሳይበር ቴክኖሎጂ ልምዓት ዙርያ በዚ ተቋም እናተሰርሐ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ምርምርን ልምዓትን ስራሕ ከምኡውን ናይ ኢትዮ ሳይበር ታለንት ልምዓት ማእከል ተመልኪቱሎ ብሳይበር ደህንነት ዘርፊ ዘሎ ናይ ሰብ ሓይሊ ዕፅረት ንምቕራፍ ከምስቶም ዝዓብዩ ንኣሽቱ ቆልዑት እናሰርሐ ዘሎ ፅቡቕ ውፅኢት እቲ ልኡኽ ናይቲ ጉጅለ ልኡኽ ገለፃ ተገይሩሎም ኣሎ ብናይ ሰብ ሓይሊ ልምዓት ከምኡን በቲ ቀጠና ናይ ሰብር ድሕነት ዘርፊ ብሓባር ንምስራሕ ድሌት ከም ዘለዎም ተዛሪቦም ኣሎ እዚ ናይ ልኡኻን ጉጅለ ብኢትዮጵያ ፃንዒት ናይ ሳይበር ድሕነት ቀጠናዊ ሰላማዊ ድሕነት ንምርግጋፅ ኣብ ዝግበር ናይ ሓባር ወፍሪ በቲ ከባቢ ዘለዎም ምክክር ብሓንሳ ክሰርሑ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኣሎ እቲ ካልእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ፅባሕ ንህዝቢ ተወከልቲ ቤት ምክሪ መብርሂ ክህብ እዩ ሕቶ ክቆርበሉ እዩ ነቲ ሕቶ መብርሂ ክህብ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ፅባሕ መዓልቲ ንተወከልቲ ቤት ምክሪ ኣባላት ሕቶ መብርሂ ከም ዝህብ ተገሊጹ ኣሎ ናይ ፍድሪ ናይ ሻዲሻይ ናይ ህዝቢ ተወካሊ ቤት ምክሪ ካልኣይ ዓመታዊ ናይ ስራሕ ዘመን ፅባሕ ሕዳር 6 መዓልቲ 215 ዓ ኣብ ንግሆ 2 ፍረቓን ጀሚሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ብዝተረኸበ 4ራብዓይ መደብ ኣኼባ ከም ዝካየድ ናይ ቤት ምክሪ ኮሚኒኬሽን ዳይረክተር ንኢትዮጵያ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ ኣሎ እቲ ካልእ ክብራ ተኸታተልቲ ኢጋድ ናይ ሩስያን ናይ ዩክሬን ኩናት ብሰላም መንገዲ ክፍታሕ ፅኑዕ ኣቋም ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ ናይ ምስራቅ ኣፍሪካ ናይ ልምዓት በይነ መንግስት ኢጋድ ናይ ሩስያን ናይ ዩክሬን ብሰላም መንገዲ ክፍታሕ ፅኑዕ ኣቋም ከም ዘሎ መርገፅ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ ኢጋድ ዋና ፀሓፊ ወርቅነህ ገበየው ብጅቡቲ ናይ ሩስያ ኣምባሳደር ጎልቫን ሚካኤል በቲ ቀጠና ናይ ሰላም ናይ ፀጥታን ጉዳያት ዙርያ ተመኺሮም ኣሎ ብዋና ፀሓፊ ብማሕበራዊ ትስስር ገፂ ከምቲ ዘፍለጦ ኢጋድ ናይ ሩስያን ናይ ዩክሬንን ኩናት ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ፅኑዕ ኣቋም ከም ዘለዋ ኣምባሳደር ኣረድዩ ኣሎ ነቲ ኣምባሳደር ኣረድዩ ኣሎ ዋና ፀሓፊ ብሩስያ ንኣፍሪካን 2023 ጉባኤ ክሳተፍ ብሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ንዝቀረበሉ ግብዣ ዘለዎን ኣድናቆት ገሊጹ ኣሎ ክብራ ተከታተልቲ
إذا أنا مترشحة أب تركي كرات بتاعتي أب تركي أب وانا ختمة إسطنبول بوم بستفنجرو شو مونت سبات تغطي لهم الله زي من كم زجرو أكسعج استفلت أنا قليلا يا ناي تركيا ما تاني يوم نجرمو كردش زبالو ساتهم يوم نجرمو زبال منستي تركيش ترك هجي عشرة سبات حيزالة ساتهم اليوم أيكونون بزمن زينة حدش نقدر نتلاعلو خلنا عبر كان حبركم من خالق كبرات رتاتل تلتي زينة ودي لهم جن حجي زي ويانا قبل على زوي إيرتران من جست إيرتران شرحتات بتاع عمياء بغاد جميرة زلا زبخيات نيرترا كبير معقب كبر له سلسلة جليت يعني نيرترا معقب أي بقرناني معقب يكون كال أنت تكبر أي بقرناني عشان باش نحنا تكنولوجيا اللي معتن صراح عد الجزية خبونا فترة ناي فترة عد الجزية خبونا إتو وانا نيرترا أنزليو ويانا نيرتراوي سقعت أبزي تخونو له درجة مبصح ترحيم السون بعوت تزازي مولو كبرات خطا تلتي بعوت ناي منقص ايرترا تزازي مولو سلازي ويانا زبا خي بخي نعنا قعزونا نقص المبري ندحري زبلنا نقر يلن يلن نمرش امريكا دلا انت قبرت تقبرو نقر يلن عقمي بلانيا تواريدا امريكا اخي الواي تشتي سايا سلازي أمريكا نيرترا أنا فريحة أفراريحة زقبر نجار يلن وأنا أبو طرحت كم تطبق تعشو متبلمو زد حنا أنت داخلين خدرينا أمريكا زد حنا وأنت داخلين خدرينا زيو زخفان خوينو من قصة إثيوبيا نسلام زلو عبي مرقسي كصحي جاي تغيرني ويانا قم سلام يدليني خويناتي يدلي تبلع الله نمنتاي تفريد ولا لا بالعلي بالعلي سخز الصراحة كي وقبل كي وصلت كياس هاي تخيدني خي إلو ما لو سلازي فتاري زبالة دمه ناي فتاري تزاز انت داقوينو دمه دوك عبيركا نا بالعلي مستدات نسوي تعمل من نايمي چرشا زخون كبرات غطاتا زي مبارا يزي ايرترا خمس قراء سراوي تاتس اقيا ايرترا بز خيدا ايرترا شينا ايرترا عريحة بك ايرترا 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 تأمي تاتنا ايرترا خمزي لا ايرترا بك أبو جكا إيرترا خال زرابة يقول لهم نيو يعني بعد ما كنا إيرترا مريتنا إيرترا إيرترا وسيدهم ولو بحيلهم بكل صمام سلازي ويانا ولا حنت تشرحي انت قبركي ولا أمريكا مسيا بعد ما يتوسداني ولا أمريكا مسيا كتعي ما يصبو قيرا خدي عدغايا هادي ما تخيد عراي بدقة خوينا خمسون قبريا خمسون قبريا خطب لها طواري دا خيدا مالتي أمريكا سلازي كبرات خطاتاتي بزوح بزوح داي وهي اين تسرح الله نحن هون نناتنا نسرح نناتنا نسرح ملغتي سلات خطات لكم نيقني اللي كبرات هابر لي تشاو تشاو تكبراتو عند متوچو إثيوبيا عندي توالاتو يا مجمع يا وزينا مي هنا يا عندنا دي تفتر يا سلام منيتا يما يمايك أبولو قالو بلو البرهان جولا يا إثيوبيا طور هايلوش تكلا لا يتها ماجور شم فيلد مارشال برهان جولا የተፈጠረውን ሰላማዊ ሁኔታ ከወያኔ ጋር ማለታቸው ነው የማይቀበሉ እንዳሉ በመጠቆም እነዚህ ሰላማዊ ሁኔታ አይቀበሉም ያሏቸው አካላት በዛም በዚህም ያሉ መሆናቸው ገልጸዋል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ትላንት ከናይሮቢ ሲመለሱ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ አንዳንድ የተፈጠረውን ይህንን የሰላም ሁኔታ የማይቀበሉ አሉ በዛም በዚህም ብለዋል ይህ ትግል ይፈልጋል ሰላም አልፈልግም የሚል እና ሰላም የሚፈልግ ትግል ከገጠሙ ሰላም የማይፈልገው ሰው አሸንፎ አያውቅም ሰላም የማይፈልግ ሰው አሸንፎ አያውቅም ብለን እናስባለን ብለዋል እና ونحن سلام ما يفعلك سو عندك أنا عشان نفوي عكم ليه عشان نفهم ما يشيلهم ليه عشان نفهم ما يشيلهم سلازي
ብርሃኑ ጁላ የተናገረው በጣም ትክክል ነው። ሌላው ቅዳሜ ዕለት ናይሮቢ ላይ በመንግስትና በወያኔ ወታደራዊ አመራሮች መካከል በተፈረመው የስምምነት ሰነድ መሰረት የሁለቱ ወገኖች ወታደራዊ አመራሮች ለወታደሮቻቸው ኃይሎች የወያኔ ታጣቂዎች ትጥቅ በሚፈቱበት አግባብ ዙሪያ ከነገ ጀምሮ ገለጻ ያደርጋሉ። ገለጻው ከነገ ጀምሮ ለሰባት ተከታታይ ቀናት ይቀጥላል። ሰነዱ የፈረሙ በጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የተመራው የመንግስት ልዑክ ቡድንና ትላንት ወደ አዲስ አበባ ተመልሷል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ የአገሪቱ ጦር ሰራዊት የግጭት ማቆም ስምምነት የአፈጻጸም ሰነድ ተግባር ለማድረግ ቁርጠኛ መሆኑን አዲስ አበባ ሲደርሱ በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። ሌላው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ የስደተኛ ኮሚሽን በጋምቤላ ክልል እያደረገ ያለው ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል የድርጅቱ በአደጋ ጊዜ የደህንነት አቅርቦት ዳይሬክተር ሾኬ ሽሙንዛ ገልጸዋል። ዳይሬክተሩ በጋምቤላ ክልል በድርጅቱ ድጋፍ በመከናወን ላይ ባሉ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ዘርፎች ዙሪያ ከክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ እሙዱ ኡጁሉ ጋር ዛሬ ተወያይተዋል። አቶ እሙዱ ኡጁሉ በውይይታቸው ወቅት እንደገለጹት ድርጅቱ በክልሉ በማህበራዊ በኢኮኖሚያዊ ዘርፍ እያደረገ ባለው ድጋፍ በርካታ ውጤት ተመዝግቦ ድርጅቱ በቀጣይ በክልሉ በጎርፍ ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖች በመደገፍ በሌላ ዘርፍ ድጋፍ እንዲያጠናክሩ ጠይቀዋል። ሾኮ ሹሙምዛ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ለዜጎች ለማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ተቋማት ተደራሽ በማድረግ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የምታደርገው ጥረት አድንቀዋል። ሌላው ከወታደራዊ አመራር እስከ ፖለቲካዊ፣ ከዲፕሎማቱ እስከ አክቲቪስቱ፣ ከሚዲያው እስከ መላው ኢትዮጵያ የሰላም ጭላንጭሉን አይቶ ያጽናልን፣ ጦርነቱ በቃን በሚልበት በዚህ ወቅት ስለ ግንዛቤ ተረት ማቅረብ እና የሰባ በምክንያት መሆን አሽሙር ማውራት ፋይዳ እንቆቅልሽ ነው። ብዙ ብዙ የተለፋበት ያለው ፈጣሪ የሚያውቀው የእርቅና የሰላም ስራ እንዳይበላሽ ጥቂት በማድረግ ያሻል። ገና ስምምነቱ የተፈጸመ ቀን ሳይቀር የለውበትም የሚል ሰምተናል። ይህንን እንግዲህ ብዙ ሰው ተስፋ ያደረገበት በተለይ የትግራይ ሕዝብ ተስፋ ያደረገበትን ሰላም በእንደዚህ አይነት ጥላሸት የሚቀቡ የወያኔ አመራሮች አደብ ብዙ የተሻለ ነው። እምቢ ካሉ ግን መከላከያ ሰራዊታችን ትእዛዝ ብቻ ነው የሚጠብቀው። ሌላው አትሌት ጥሩነሽ ዲባባ የኮማንደር ማዕረግ ተሰጣት። የፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን አትሌት ጥሩነሽ ዲባባ ልዩ የኒሻን ሽልማትና የኮማንደር ማዕረግ አበርክተውላታል። የፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን በተሰማሩበት የስራ መስክ ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ 78 የኮሚሽኑ ስፖርት ክለብ አባላት የማዕረግና የገንዘብ ልዩ ሽልማት አበርክቷል። በሽልማት ፕሮግራሙ አትሌት ጥሩነሽ ዲባባ ልዩ የኒሻን ሽልማት የተበረከተላት ሲሆን በኮሚሽኑ የኮማንደርነት ማዕረግም ተሰጥቷታል። ኮማንደር አትሌት ጥሩነሽ ዲባባ በተሰጣት ሽልማት መደሰቷን ገልጻ በማረሚያ ቤት ስፖርት ክለብ ትንሽ ልጅ ሆኖ በመቀጠር አሁን ለደረሰችበት ደረጃ መብቃቷን አንስታለች። ሽልማቱ የማረሚያ ቤት ስፖርት ክለብ ወጣቶች አትሌቶች ጠንክረው እንዲሰሩ፣ እንዲበረታቱ፣ የተሻለ ደረጃ እንዲደርሱ ያደረገላቸውን አትሌቶች በተለያየ የውይይት መስኮቶች ኮሚሽኑ አትሌቶች ውጤታማ መሆናቸውን ገልጿል።
كوميشنو لسلاسارات سبورت سبورتونيوش كردات ساجن اسكا كوماندر درس يمعرق ادغت سيسر لأسرازتن سبورتونيوش دقما يغنزبنا لأسرازوست سبورتونيوش اركان چماري يغنزب شلمات ستوى ليتك برايتك تاكاچو ليلاو يكينيا يبيراو دهنت اغالو لوت ينفرميشن مراب دهنت استدادر نقوبنيا በኬንያ ብሔራዊ የደህንነት አገልግሎት የውጭ ደህንነት ዳይሬክተር ዶክተር ሰይፈ ላሲ ሳሊም ሱሊማን የተመራው ልዑክ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደርን ጎብኝቷል። ልዑኩ በቡድኑ በኢመአድ በነበረው ጉብኝት በሳይበር ደህንነትና ሳይበር ቴክኖሎጂ ልማት زوريا بتقوامو يتسرو يالو يتكنولوجي مرمر لمات سراوش انديوم يتيو سايبر تالنت لمات ماكر تملكتوان بسايبر دهنت زرف يالون يسو حايل ادرات لمكرف كاتا داقي هزانات جمرو يسرى يالو سرا عبرتات مونون يالو كامبونو عوالات جلسوان بسو حايل لمات انديوم بكاتانا يسايبر دهنت زرف በጋራ ለመስራት ፍላጎት እንዳላቸውም ተናግረዋል። የሉካም ቡድኑ በኢትዮጵያ ቆይታ የሳይበር ደህንነት ቀጠናዊ ሰላም ደህንነት ለማረጋጋት በሚደረገው የጋራ ስምምነት ዙሪያ የተለያዩ ምክክሮችን እንደሚያደርጉ ከአስተዳደር ያገኘነው መረጃ ተመልክቷል። ሌላው በቱርክ ኢስታንቡል መሀል ከተማ በፈነዳው ፈንጂ 8 ሰዎች ተገለዋል። የቱርክ መንግስት ተቃዋሚዎችን እነሱ ናቸው ያደረጉት ይላል። እስካሁን ከተቃዋሚ ደግሞ የተሰማ ነገር የለም። ኩርዶች ናቸው የሚያደርጉት ይላል። ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በነገ እለት ለህዝብ ተወካይ ምክር ቤት ማብራሪያ ይሰጣሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በነገ እለት ለህዝብ ተወካይ ምክር ቤት አባላት ጥያቄ ማብራሪያ እንደሚሰጡ ተገልጿል። የኢፌዴሪ 6ኛው የህዝብ ተወካይ ምክር ቤት በሁለተኛው አመት የሥራ ዘመን ነገ ህዳር 6 ቀን 2015 ዓ.ም ተወለደ ከጧት 2:30 ጀምሮ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት አራተኛ መደበኛ ስብሰባ እንደሚካሄድ የምክር ቤቱ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ገልጿል። በመደበኛ ስብሰባ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ መስከረም 30 2015 ዓ.ም ተብሎ ለህዝብ ተወካይ ምክር ቤት ለፌዴሬሽን ምክር ቤቶች የጋራ ስብሰባ ያደረጉትን የመክፈቻ ንግግር አስመልክቶ ከምክር ቤቱ አባላት በሚቀርቡ ጥያቄዎች ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምላሽና ማብራሪያ እንደሚሰጡ አመልክቷል። በዚህ ምክር ቤት የመንግስት አቋም በማዳመጥ የድጋፍ ሞሽኑን ያጸድቃል ተብሎ እንደሚጠበቅ ገልጸዋል። በእለቱ በአዲስ አበባ የሚገኙ የተለያዩ አገራት አምባሳደር፣ የዓለም አቀፍ ተቋም ተጠሪዎች፣ የሃይማኖት አባትና ሌሎችም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች እንደሚገኙም ታውቋል። የተከበራችሁ ተከታታዮች ሌላው ኢጋድ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ጽኑ አቋም እንዳለው ገልጿል። የምስራቅ አፍሪካ ልማት በይነ መንግስት ኢጋድ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ጽኑ አቋም እንዳለው ገልጿል። የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ በጅቡቲ የሩሲያ አምባሳደር ኮሎቫርኖቭ በሚካሄሎ ጋር በቀጠናው የሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ዙሪያ መክረዋል። ዋና ጸሐፊ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንዳስታወቁት ኢጋድ የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ጽኑ አቋም እንዳለው ለአምባሳደሩ አስረድተዋል። ዋና ጸሐፊ በሩሲያ አፍሪካ 2023 ጉባኤ ላይ እንዲሳተፉ በሩሲያ ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ለቀረበላቸው ግብዣ ያላቸውን አድናቆት ገልጸዋል። ሌላው የተከበራችሁ ተከታታዮች ዜናውን ጨርሻለሁ። አሁን የወያኔ አመራሮች ብዙ ጊዜ የምንሰማቸው ምንድነው ኤርትራ አሁን ዛሬ በተለይ ጠዋት ኤርትራ በሰራዊቷን ወደ ትግራይ ያስጠጋች ነው፣ በብዛት ሰራዊት ያስጠጋች ነው፣ ከባድ መሳሪያዎችም ወደ ትግራይ ያስጠጋች ነው ይላሉ። ሲጀምር እዛ የኤርትራ ድንበር በሙሉ ነጻ ወጥቷል፣ በሙሉ
يتنا عدلو تنسوكو 30% بچانا عدلو اندو بكا معاك اولا ما استعلنو الناسو ميا فعلو كتير يعني معاك اب بيت عدد سلمي لين يتكبر اي تكاتاتش لما سلاحو معاك اب يتدار عرباتشو عقرو شايتاتشو انتوهنو بساين سنة تكنولوجي بات عم يفتون هيدو عال يج انك او رقوزي عقابو عالانو كاميريكا مساريا كالمتا مساريا تسر عالو كاميريكا كمبيوتر كالمتا كمبيوتر سر عالو من شكر عالو كاسر هاي سر عالو سلازي انا بمتادرق قطر امريكا وده تكنولوجي لما صار ايرانيات انا بتدرق بات قطر من هلو التكنولوجيا درسهو لما تو عامت لما عقب يدرقوا بات يدرسالچاو سامين كوريانيات عند هلو هلو ما عقب يتدرق باچو هاجروش كما عقبوا لموطات يراساچون التكنولوجي بقات ياسادق هيدالو سلازي ما عقب ماسفرالا سايون للتكنولوجي بلصقنا تلك ادل يكفتال لزينو ايرترانش ما يفرواچو لزينو ايرترانش لامريكا يفلقو ماقب تابطا دنت ايلللاچو بهل راساچين انچلنال چگر يلم ايتو كايتوبيا ميگزال ماقب امريكا بتل سلازي اون ويان انتونوچ سولاي نو بقروچاچو ايرترا 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 اسكازا عفر يلبسالو وان ناو ايرترا علاما ወያኔ ለኤርትራ ስጋት እንዳትሆን ብቻ አላማቸው ከዚህ ዘለለ ነገር የለም ይሄ ደግሞ ተደርሷል ወያኔ ከዚህ በኋላ ለኤርትራ በፍጹም በፍጹም ስጋት አይደለችም ለኢትዮጵያ ደግሞ ኢትዮጵያ መንግስት ሰላም ስለሚፈልግ እንጂ ይሄኔ አፈር ውስጥ ከቷቸው የሉም ግን እስኪ ለትግራይ ህዝብ አንድ ሰው ለምን ይሞታል ከትግራይ ተብሎ ለትግራይ ሲባል የተደረገ ነው የተከበራ ተከታታች ያለኝ ዜና እነዚህ ናቸው እስከማታ ሰላም ዋሉ ቻቾ ሰላም ያገናኛል።